وين ابوك يا مفلح؟ والله يا عمي تأخر. وصل مشوار وهسه يجي، راح هو ويوسف وهسه يجي، قال راح يجي. سبقتك وانا انشد عنه، سبقتك وانا انشد عنه. ابو سعد وين ابوك؟ ابو سعد خليهم يتاخروا، ما احنا قاعدين، احنا مبسوطين فيهم وببلاهم. انت ما ودي اياك تتاخر بالتحليل، ودك تروح تنام عند الحلال. انا بعد السولف يا حبيبي، بمشروع بمخي بدنا نسويه هسه احنا. وقت مشاريع يا تهاني لك انت. خلص إيه؟ مع منه، خلص مع منه بالله. يا رجل خليه يروح ينام عند الحلال عند الغنم. إيه؟ انا بدي اخذ غنمات عبطان ونطي كل سنه تقسيط حقهن 22.5 ونطلع خالصين. انا بيعك، انا بيعك حلالي. منو قال لك انه عبطان وده بيع حلاله؟ منو قال لك هذا؟ ظل ما تسرح عندي انت يومين ثلاثه، ودي اكحشك، ما ودي اخليك مع الغنم. لا لا لا، صاير سواليفك كثير انت. طول بالك، طول. وش بالك انت؟ عودت توافقت علي يا عطان. هلا 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 بغالي، هلا بعمي، هلا بعمي. انا بدي اسوي النور ساعات وانت مشوار. الله يمسيك بالخير. يا مساء الخير يا ابو يوسف. يا هلا شايفك، انا شايفك شايفك شايفك. الله يمسيكم بالخير. يا مساء الخير والسعادة. يسعد مساك. بشوفك تعبان، وش السالفة يا ابو مفلح؟ والله يا ابو سعد والحكي للجماعة، كنا مشوار انا واخوكم ابو يوسف، اما اشي بنومس اللي شفناه والله اشي بمعرس. اخذني ابو يوسف لمحل اسمه الاتحاد، ايش يا اخوي؟ الاتحاد الاردني لرياضه المعوقين مدينه الحسين للشباب. ايوه. وش هم وديكم هناك انتم؟ رحنا تفرجنا يا زلمه على قد ما بيوصفوا على المعاقين. اللهم صل على النبي. يا رجل ما في شيء بيجي على بالك بالرياضة إلا فيه موجود كل شيء. بيلعب وتصور باسكتبول على الكراسي يا حرام. ما شاء الله ما شاء الله. ونشامة جدعان، تلاقي لك آدم بيركض بهالكراسي هاي أحسن ما يكون. وعندهم ألعاب ثانية وراحة تامة عندهم، يا أعمال وإشي إشي إشي بيأخذ العقل ما شاء الله. فإحنا مفكرين أنا وأبو يوسف فكرنا إنه نعمل جمعية تعاونية على مستوى القرية تبعنا. شايف كيف؟ والله خيار ما سوي. أيوة. إنه الساعد الساعد للمعاقين لابد إلا يعني صح يحتاج. كل بلد يحتاج فيها 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 كفوة، فيها كفوة. في ناس ما بتقول إنه عنده معاقين بخجل وقال. شايف كيف؟ أما ما هذا اللي بدي أقول لك يا أخي يا أبو مفلح. اللي عندنا كم واحد انت تعرفهم زين بدون ما نذكر اسماء، عرفت شلون؟ عندهم الله سبحانه وتعالى يعني تلطف عليهم وقيد الله رحمه ورحمهم بوجود ناس معوقين عندهم، لكن الله وكيلك. انا اعرف وانت تعرف زين انهم يستحوا يقولوا انه عندنا عيال معوقين. خلقت ربنا سبحانه وتعالى امتحان رب العالمين سبحانه وتعالى، ما احنا لازم نتكبر عليه ولا نخفيه. يا جماعة يا جماعة الخير، والله المسؤولين ما هم مقصرين، وعلى راسهم سموه الامير رعد. يا سلام، الله يطول عمره، الله يطول عمره. اسمح لي يا عمي ابو، يعني مقدم لهم كل شيء، واحنا يعني لازم نتبرع، لازم التبرعات تكون منا على اساس نبدا بحالنا بالقريه هون، مشان تنعلى منا القرى المجاوره كمان الا يشوفونا شو ندعمهم يسوي زينا، ندعم بعض احنا. شايف كيف؟ انا منه علي يا ابو مفلح. نعم. متبرع بسيارة اسمنت للي ودكم تبنوها. بارك الله فيك. هذه من عند وانا تبرع بالحديد للمركز كمان. وانا تبرع بالارض. بارك الله فيك. بالمين ارض يا ابدا نقيم عليهم مركز هالمركز. وانا يا عم ابو مفلح منه علي متبرع بحق العجة. ماشي. وانا وانا شغلتهم ترفع الراس. هذه اللي انت سولفت عنها يا عم ابو مفلح. قررت وما عندي مانع، قررت وما عندي مانع ها أصير رئيسا لهذا المركز. إيه. بارك الله فيك. بارك الله فيك. لازمك لازمك أساسا المركز لازم. اللي ود أسأله أنا أبو مفلح ولا يهون السامعين ولا تهون. اللي ود أسأله الجمعية هذا اللي ودنا نسويها. نعم. وش النشاطات اللي ودها تقوم بها بالضبط؟ أيوة. النشاطات اللي بدنا نقوم فيها يا سيدي، رجل الله بادي مثلا مشلول ما قادر يعني يتحرك أو كذا. نعم. إلا أنه ندبر له عمل يتناسب مع طاقته. نعم. العمل سواء كان دوائر الدولة أو بشركات أو كذا، إذا كان بيقرأ وبيكتب ومتعلم شو المانع أنه يتوظف؟ والله ما في مانع. والله يا أخوي ما في مانع. أنا إيدي سليمة بيقدر يشتغل، لسانه سليم بيقدر يتكلم. نعم. أما الرجلين بيعالجوا نعالجوا بهالكرسي هذا، ندبر له كرسي. مفلح. نعم. أنت يعني خليتني فتحت لي باب موضوع ودحتش بيه. تفضل. الدولة الحقيقة ما هي مقصرة. لا والله ما هم مقصرين. وبتقول لا ديوان الخدمة المدنية إنه من الضروري على أقل 2% من المعاقين من نسبة الموظفين يكونوا من المعاقين اللي يقدروا يشتغلوا. نعم.
سواء يقدر يدرس، سواء يقدر يقوم بوظيفة سكرتير، سواء يقدر يرد على الهاتف. طباعة. عرفت شلون؟ طباعة. نعم. ما تقصر الدولة بهذا الموضوع ومعطيتهم حقهم. لكن اللي ودي أقوله إنه كثير من الناس يا أخو يا أبو مفلح يستحوا. يستحوا. يراجع دوائر الدولة. مع إنه إخواننا المعوقين أكثرهم كفاءات علمية وما شاء الله عليهم، يعني عندهم قدرة وطاقة عجيبة يمكن تكون أكثر من الناس الأزوياء. إذا ما في منهم جابوا ميداليات. نعم. أول أمس اليوم اللي حصلنا عليهم إحنا بالاتحاد. أحرزوا بطولات. أحرزوا بطولات. يا أخوان، يا أخوان اللي ما راح على المركز وما شاف بعيونه يقول لك شيء شافه الكذب. وبعدين مثل ما تفضل أخوي أبو مفلح سموه الأمير رعد الله يطول عمره. آمين. آمين. مهم قصر معهم هم خلي من جهد وجهد. جلال سيدنا الله يطول عمره بعد معطيهم كل الدعم. اللي شفناه اليوم فعلا يا اخوان شيء يرفع الراس. فتنا ابو مفلح وسلمنا عليهم، وزي ما قال ابو مفلح كلهم على كراسي طبيه يلاعبين باسكتبول ما شاء الله. شو قال؟ والله قاعدين نحضر بدهم يطلعوا للاولمبياد يشاركوا بالاولمبياد. هذا مش بس هم، بعدين في بنات بعد ذكروا اساميهم. نعم نعم نعم. ماخذات ميداليات ذهبيه وماخذات ميداليات فضيه وممثلين الاردن برا، شيء يرفع الراس. فهذول بعد ما طلعنا من غاد انا واخوي ابو مفلح قلنا والله يا ابو مفلح انه وش رايك، طالما انه هذول الجماعه يستحقوا الدعم ويرفعوا الراس وما بهم بلا ما شاء الله، وش المانع ان نسوي جمعيه؟ فمشان هيك الجمعيه هذه ودنا نسويها احنا. بارك الله دعم فيك. دعم لهذول اخواننا المعاصرين. هسه سؤال والله يا اخي يا تهاب، تفضل. هسه انتم روح شفتوا المركز هذا، هسه احنا باذن الله ودنا نبني هذا ان شاء الله المكان ان شاء الله. طيب هسه هم وش يقدموا لنا؟ يعني احنا وش يجيبوا لنا هذول اللي قلتوا عنهم من عندهم، ولا احنا نشتريها، ولا يعني هم مسؤولين عن هذا المركز، ولا شلون ودنا نسوي؟ يا سيدي اسمح لي. والله هون الاخوان تفضل. الرجال اللي قعدنا معه قال اذا بنينا مركز ونشطناه بقريتنا هذا البناء. نعم. اذا بنينا المركز هذا هذا هو يصير مركز رئيسي وتجمع. آه. كل هالناس الخيرة اللي شروا من عندي تيجي وتحط بهذا الصندوق. نعم. هذا الصندوق أنا وانت وأبو مفلح ما نعرف شلون نجيب لهم احتياجاتهم، لكن المركز الرئيسي هم يعرفوا وش الاحتياجات. أيوة. اللي محتاج الكرسي طبي هم يشيلوا له إياه بمعرفتهم. نعم. اللي محتاج العلاج هم يعالجوه. نعم. اللي محتاج الوظيفة هم يوظفوه. إحنا ما علينا غير نجمع اللي الله يقدر علينا وندعمهم. يعني هم اللي ودوا المسؤولين الممرضين، يعني احنا ودنا نرتب هذا ونتعب عليه، احنا نجهز لهم كل شيء، وهم اي شيء ودنا اياه ابو مفلح قالوا مفلح تتصل معنا نودي لك اطباء، نودي لك مدرسين، نودي لك مختصين. جماعه مختصين ابو الاختصار. مفلح ويبعثوا لنا سياره، يبعثوا سياره ايه؟ اساس هاي وش بدنا؟ ما ظل علينا شيء غير نبني شويه اسمنت وحديد يا جماعه بدون جمرك للمعاقين اللي معناته بس على سيره السياره والجمرك. يعني انا بيحضرني شغله انه في كثير من الاسماء مثل ما تفضلتوا قبل شوي انهم مش عفوا مش مدونين اسماءهم عند الجهات المعنيه انهم. نعم. كمعاقين. نعم. سواء كان في القريه او حتى في المدينه، مع انه احنا شايفين انه في معاقين يعني عم بيمارسوا حياتهم وعم بينجزوا وحتى بيبدعوا. وشتان ما بين يا اخوان الابداع والانجاز، يعني هم مش بينجزوا بس مبدعين. نعم. حصدوا ميداليات، بيمارسوا نشاطاتهم الثقافيه والعلميه كلهم يعني بيمارسوها، وجماعه اسوياء. في ناس يابا واحد درس معي في الجامعه شاب كان فعلا عبقري جدا. يعني احنا بنتعامل مع عقل مش بنتعامل مع واحد معاق من جانب اخر. أيه. بنتعامل مع عقل مع دماغ. انا بعرف واحد مزبوط. كفيف يا ابني، كفيف كفيف اخذ اعلى شهادات وهي بيشتغل بمنصب طويل عريض بالدوله. نعم. طيب يعني احكي لكم هالسالفه. انا في صديق لي قال يوم صحيت ساكن جديد في احد المناطق، قال في يوم انا صحيت فتحت الشباك ولا في ناس بتلعب فوتبول، ولا هم كل اللي بيلعبوا فوتبول ناس كفيفين. نعم. كيف بيلعبوا فوتبول؟ حاطين الطابة هاي الكرة الكرة القدم وحاطين عليها كيس بلاستيك مشان على حاسة السمع. يا سبحان الله. يعرفوا وين هي حقوها. فقال أنا تفاجأت، فقال يعني هذا بيسوى إنه كمان حتى يعني الرياضة والرياضيين يهتموا فيهم من هذا النوع، إنه كيف عنده شدة التركيز. الله سبحانه وتعالى يعني ما أعطاه نعمة البصر ولكن أعطاه يعني وعوضه بأشياء أخرى ثانية بتخليه يسمع. مش بقوله وضع سبب أضعف خلقه. نعم نعم. بي خضر ابن أبو خضر هذا من قرايبنا، هذا صلوا على النبي ما شاء الله شو مسوي. هذا ربنا سبحانه وتعالى لما يعني جابته أمه يعني مثل ما تقول كفيف. هو هيك.
فشوفوا تمنوا كبر شو سوى. جاب أولا جاب بكالوريوس بالمحامين. ما شاء الله ما شاء الله. بكالوريوس قانون هو هاي هي. وجاب علم الانجماع والنفس. اجتماع علم النفس. علم النفس. وساوى ماجستير بيس ونو. ماجستير اللغة الإنجليزية. وبتعرفوا شو تعين؟ وكيل وزارة. ما شاء الله. هاد شايف لحات يا توهاد. بالله هاد شايف صحيح. صار رئيس جمعية المكفوفين. ما شاء الله. وصار بي كمان شفتوا الكشوفة بعمان بينادي للي للصم والبكر. هذا الصم والبكر. وبيلعبوا فوتبول. نعم يا اخوي توهان. تفضل. هون في عمان اظن في الحلم موجودين. تفضل. في الان اصبح في مراكز يعني للدولة وفي برضو ناس الاهليين قاعدين بيحطوا سماعات للي ما بسمع مثلا للي رجله توجع بيحاولوا يساعدوه. بعدين في شغلة مهمة احنا يا اخوان بلاش نغفل عنها. ما نعتبره ضعيف فاضة او احنا من باب العفو يعني والرحمة والمسكنة والشفقة. لا والشفقة. احنا بدنا ناخذ هذا الانسان انسان انه الله سبحانه وتعالى خلقه بهذا. شو بدريك انه انا مثلا هسه اطلع اروح اتناول لا سمح الله رطل سكر واني واقع منكسر لا سمح الله. طيب زيهم اذا لازم نراعيهم نخلي لهم ممرات خاصه. وامانه عمان ما قصرت انه عملت ممرات بين الجزر. نعم هذه شفناها للمعاقين. فيا سيدي والله انا بقول انه هاللي بيشرفوا على هالمحل حكيتوا عنه قبل شويه نعم انه هذا له اجر عند الله اولا. يا اخوي ابو هيثم ولا هنا سامعين حقيقه الدوله مو بس لازم بس الممرات اللي تسويهن. المفروض بالعمارات اللي مثل قال ما قال اخوي ابو مفلح العاليه عرفت شلون اللي بيها صنصيرات يخلوا له صنصير واسع ومبحبح اللي يقدر يخش فيها كرسي اللي يمشي على العجل هذا على الكرسي يخش بالاصنصير ويدور بيه ويطلع. المفروض ينعمل لهم ممرات خاصه. المفروض انهم يتعاملوا معامله خاصه يستاهلوا منك التقدير واحترام. انا شفت بعيني لما سافرت عند ولدي على امريكا يا ابو مفلح والله هون اخواننا السامعين. انا شفت محلات خاصه قدام المحلات التجاريه الكبيره كل محل يكونوا راسمين عليه هذا العجل البسكليت اللي يركبوا عليه اخواننا المعوقين عرفت علي شلون محطوط مكان لحاله. واذا جت سياره يقودها واحد سليم مصفف بمكان هذا البني ادم عرفت علي شلون تنسحب السياره وتنسحب الرخصه من البني ادم هذا ويتخالف تخالف مخالفه كبيره لانه وقف بمحل مهوله عرفت شلون معلوم. وبعدين لهم ممرات خاصه حتى بوسط السوبر ماركتات هذا الكبيره اللي مسوينها بامريكا عرفت علي شلون يفوت المعوق على الكرسي عرفت شلون الرفوف كلهن قريبات منه البضاعه محطوطه عليها زي ما وده عرفت عليه تناول اللي وده يحطه قدامه ويمشي لما يصل لعند الكاش اللي عند المحاسب هذا عرفت عليه كيف ويدفع قروش ويركب ويظل قايد اسمه بسكليته هذا لما يصل لعند السياره تبعته يركب بيها ويساعدوه بكل احترام. مواطن محترم عادي كل احترام يقدروهم يا عمي. يا عمي ولا بهون في اخواننا تفضل اللي ماله ركبه لا من النكبه. نعم هاي ابو محمد نعم. اللي ماله ركبه لا يعني كل انسان معرض سوى صغير يعني مرات اعاقه بكون بطن امه بكون بعد سن معين بكون صاير مع حادث سياره فهذا يعني هذا يعني قضاء وقدر من سبحان الله. بس حكي يا جماعه بس مسيكم بالخير خلينا نسولف لكم هالسلافه. كل حشكم واضح ومبين وكل الناس تعرفه بس في موضوع اللي الليله لازم نتفق عليه ونسويه اللي هو ذكرني فيه ابو سعد. هسه في ناس يستحوا ويخجلوا انه عندهم طفل معاق واحنا ودنا نبني مركز بقريتنا. هسه لزوم الليله نتفق وننشد ونسال من هو اللي عنده طفل ونقنعه صحيح. انه ما يستحي يكون عنده طفل معاق. من المفروض هو يجي ويمشي بيه ويقول انا طفلي معاق وده وديه وده خليه يتدرب وده خليه يتعلم وده خليه يعرف ويسوي ويجيب. هذول الناس اذا احنا ما قدرنا نقنعهم لزوم نخاطب الجهات اللي هن مسؤولة عن وسائل الإعلام إنهم يبوي هذا البرامج كثف منها. إنه من المفروض يلي عندك طفل لا تخجل مني أنا قرابتك تخجل إنه عندك طفل معاق لا تخجل
قول عندي طفل معاق. ليه تخجل؟ الليلة أبو سعد يعرف كم من واحد وما يقولوا. الليلة نروح عليهم ونقولهم إحنا ودنا نبنى مركز عندنا ولزوم ما تكتموا على هذا المعاق لأنه لازم نخدمه. هذا المهم في الموضوع. وإذا سمحت لي إذا سمحت لي أنا بقول بالنسبة لإحنا كناس عاديين وصحتنا الله سبحانه وتعالى متممها علينا. هذول الناس لازم نساعدهم بمرورهم الشارع. نعم. بده يقطع إشارة ضوئية. يعني بأي مساعدة لازم نساعدهم وما نطلع عليهم بنظرة إنه يعني كان لا سمح الله لأنه هذا إنسان وسبحان الله أفقدوا شيء معين. فإحنا يا سيدي من باب هذا الاحتياط لازم نحترم الناس هذول احترام عالي. نعم. والإنسانية. شغلة أبو خوي أبو هيثم يا نعم. إخوان جلالة الملك الله يطول عمره. الله يطول عمره. كلهم مكارم. كرم على اخواننا المعاقين انه سمح لهم يجيبوا سيارات من غير جمرك. بدون جمرك. معفيه من الجمارك. معفيه من الجمارك يسوقوها الناس المعوقين اللي عنده شلل برجليه ما يقدر يمشي. يعطوه سياره من غير جمرك يسوقها يروح ويجي بيها مثله مثل اي مواطن عادي يسوقها ويمشي بالشارع العادي. ما يهمه. لكن التي مناه على الجهات المختصه انهم ما يصنفوا الاعاقات هذا شديده وهذا متوسطه وهذا قليل وهذا يطلع له سياره وهذا ما يطلع له سياره. المفروض انه كله يتساوي. يعني اللي يقدر يمشي على رجليه مشي بطيء كمان حتى لو انه يمشي هذا المفروض يساعد ويعطوه سياره. يا اخي ما يصير انهم يعطوا هذا وما يعطوش هذا. ولا وش رايكم بالسالفه؟ هذا صحيح. يعني يا عمي بس والله لو سمحتوا لي انا بدي يعني بناء على الشواهد انا بسمعها وبشوفها. يعني الدوائر الحكوميه يعطيها الف عافيه على الانجازات اللي بتصير انه من خلال معامله رسميه داخل فيها واحد معاق فرضا انه وريث بده يجي يوقع على ورقه في دائره حكوميه. لا في بعض الموظفين بيقول لك روح جيب لي هذا الزلمه المعاق. يا زلمه هذا ما بيقدر يمشي كيف اجيب لك اياه؟ لا عنده عربايه لانه ما سجلش في وما جاهوش عربايه. كيف لو عنده عربايه كيف بده يطلع بالباص مؤسسه باص مثلا من هالباصات اللي احنا بنعرفها ال20 راكب كيف بده يطلع فيها الباص؟ ممكن ينحرج فعلا ممكن ينحرج ممكن تكون انثى ممكن يكون رجل صحيح. ممكن يكون كذا. فلذلك نجد تعاون بين بعض الدوائر ولا نجد تعاون من بعض الدوائر الاخرى في هي القضايا. هاي يعني هاي قضيه كثير مهمه برضه احنا كمان يعني اذا بدنا نتعامل فيها. اود ايضا انه انا بدي اشير لقضيه ثانيه. انا كنت بقرا عن معاناه واحد من اخواننا اللي عندهم اعاقه. ايوه يا ابو محمد كنت بقرا عن معاناه لإله. بقول انه الناس في المجتمع بعض الناس بيعاملوه على اساس انه دائما وابدا انه معاق انه معاق انه معاق. فبقول يا عمي ما بصير. انا زلمه يسوي بمتلك فكر بمتلك دماغ بمتلك فلذلك انا بدي تعاملوني مثل ما بنت مثل ما انا بعامل اخوي عبطال ولا بيوت بدنا نتعامل مع بعض هيك. فما بصير احنا نميز لانه اشفق عليه. يمكن هو بثيره مسألة الشفقة. بقول لك ما بدي حد يشفق على ويتعاطف أو يعطف عليه. نعم. ترجم له إياه بالسلوك. نعم. أنت ترجم له اخدمه بالسلوك. صحيح. اعمل له مركز. هذا هو المزيد. والله ولا قطعانا بهرجك يا أبو هاني دقيقتين بس. أنا ذكرت سالفة حكالي عليها أخوي مفلحي. تفضل. أنا لما رحت عند ولدي سعد على أمريكا. نعم. شفت الباص اللي يمشي على الخطوط السريعة هذا. نعم. الباب تبعه اللي يطلعوا منه الركاب ينزلوه. انا شفت الشوفير يوم صف عند اخونا المعوق اللي واقف على الشارع على دراجته نزل من الباص وبالمنويلا عرفت شلون نزل الدرج وطلع عليه الولد هذا اللي سايق الدراجه عرفت شلون ورفعه مره ثانيه لما صار على مستوى بطن الباص الكراسي. ومشى وله محل له محل خاص يوقف بيه العجل نفسه ما يقعد على كرسي. لا. نفس العجل اللي هو راكب عليه يقعد عليه. هذا شفناه اليوم يحترموهم بشكل كبير. فلازم مؤسسة النقل العام اللي عندنا هان الناس اللي عندهم كراسي من هالشكل يعملوا لهم باصات برضو أو بالباصات طريقة إنهم يقدروا يطلعوا على الباص. إن شاء الله بصير. طالما سمو الأمير رائد الله طول عمره ومسؤول عن هالشغلات هاي إن شاء الله بصير كل هاللي بنتمناه لأخواننا المعاوقين. ولكن المهم هسه قبل كل إشي إحنا نقوم بمشروعنا. أيوة. والنقص إشي بنعمل حملة تبرعات نتبرع. وهسه يا بلاد الحلال يعني لازم صار وقت انه نسمع لنا غنية نطرب فيها وروح تعبي وتعب ابو اي والله تعبنا اليوم. انا يا با راح كمان اقهويك واقهوي الضيوف. بارك الله فيك. أيوة بارك الله فيك. Thank you.
ودي فوق الورق صوت رد شوقه وتحياتي للغوالي. وخطيتي فوق الورق سطرين شوق وتحياتي للغالي بالاسمها بالورق سطرين والأول البيبي والتالي. هو الطول غرسها بروس العين ويظلها النومي يحلالي هو اللي ذبحنا الكحيل بالعين غيران مع الصيد ميت حوالي. تسلم تسلم هلا جرحك صوت والله ناس ما معناها القافة زين شراه مزبطها. بس انت عدا شي بيها الطير من حيرك تلقى القلب لا وقيته قمت تلفت على الركب والذهين والعقل خوليته. ما ظلش هي عيالي يا من يا رويحني يطردها والبيضي يوميني وانا هو البيضي سوسحني سمى وسقط بيني ضيل عيني. سلامتك من السمي. شديت انا خلفيتي وضيحان عديري تزيني ميت عني.